زيارة آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولياء الله الصالحين، زيارة مشروعة بنص القرآن الكريم. يقول الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. أهل التفسير قالوا فيها: هي قرابة آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الزيارة مشروعة كذلك بقوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها فإنها تذكر الآخرة. وهذه القبور، قبور المسلمين عامة، يساب الإنسان في زيارتها، فما الظن إذا ذهب إلى أحد آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا الإنسان في هذه الزيارة يتقرب إلى سيدنا رسول الله بزيارة آله وزيارة أبنائه الكرام رضوان الله عليهم، فعلى الإنسان ألا يحرم نفسه زيارتهم ومودتهم. واعلم علم يقين أن أهل الله قالوا: لا يزار ولي إلا بإذنه. وكم من مرة عزمنا على زيارة ولم تتحقق، وهذا مصداقه: لا يزار ولي إلا بإذنه. هذا الإذن لأنهم أحياء، والله قال عنهم: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. فالله الله في زيارتي ومودتي آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها عنوان الحب، بل هي ترجمة الحب. ولذلك: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات على حب آل البيت مات شهيدا. وقال صلى الله عليه وسلم: فلو أن رجلا صفن بين الركن والمقام وصلى وصام ثم مات ومبغض لآل بيت محمد دخل النار. وكذلك هذا الحب أمرنا رسول الله به، فقال: أحبوا الله لما يرجوكم من نعمه، وأحبوني لحب الله لي، وأحبوا آل بيتي لحبي. فنسأل الله ألا يحرمنا حبهم، وأن يجمعنا عليهم في الدنيا، وأن يجمعنا معهم في الآخرة، وأن يجعلنا من رفقائهم مع جدهم المصطفى إن شاء الله في دار النعيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله.